السلام عليكم. اليوم نروحوا للولاية تاع سكيكدا لنقف على زيارة تاع والية تاع ولاية سكيكدا، إذا لوسط مدينة سكيكدا، حيث أنه فيه نية وفيه مشروع لترميم الوسط التاريخي لمدينة سكيكدا، يعني لتطوير المدينة وتجديدها. وإن شاء الله تكون العملية هذه تاع الترميم تبدأ في أقرب الأجل، و تعم كل المعالم التاريخية، فيه عدة معالم تاريخية في مدينة سكيكدا وكذلك في كل مدن جزائرية لإحياء تراث جزائري المعماري. إذن خليكم تابعوا ما تبقى من هذه الفيديو حول زيارة والي ولاية سكيكدا إلى وسط المدينة لإحياء عملية الترميم هذه والتجديد الحضاري والعمراني للمدينة سكيكدا. والسلام عليكم.